ولمناقشة أزمة الكهرباء في العراق والهجمات المستمرة ضد أبراج نقل التيار الكهربائي في البلاد، معنا من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. مرحبا بك معنا دكتور هلال. أهلا وسهلا، عليكم السلام. الحكومة بدأت تفكر في حل المعضلة وكلف الكاظمي الجيش بحماية أبراج الكهرباء التي تتعرض لهجمات متوالية، والسؤال اليوم هل سيكون بإمكان القوات الحكومية إيقاف تلك الهجمات وبالتالي السماح بوصول التيار الكهربائي للناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين ومشاطر الألم العراقي في كل مكان من هذه الكارثة التي حلت على الشعب العراقي منذ 2003 ولحد الآن. بكل تأكيد قبل ما نسأل لماذا نحمي أبراج الكهرباء، نسأل من المسؤول عن من الذي يقوم بتفجيره ومن المستفيد منها بالنتيجة. في تقريركم ذكرتم بأن عمليات التفجير والإعادة للأبراج هي منظمة من قبل الميليشيات المكلفة بحماية هذه المناطق والتي هي تسيطر عليها أمنيا. المواطن الذي لا يستطيع أن يسير بدون أن يتم تفتيشه من سيطرة إلى سيطرة، كيف للمخربين أن يقومون بعمل بهذا الحجم؟ يحتاج إلى معدات ويحتاج إلى وقت وإلى إمكانيات. إذن هناك تدبير منظم هو الذي يدير هذه المافيا التي ترتبط بالأساس بالحكومة وبالسلطات الحاكمة، والذي يديرها مافيا إيران التي تريد أن تضغط على الشعب العراقي بكل الاتجاهات. والقضية الكهرباء، الجيش لن يحل هذه المشكلة لأنه الجيش يأتمر بأمر الميليشيات، ونحن سمعنا والكل يسمع بأن المسيطر على الساحة العراقية من الناحية الأمنية هو الميليشيات وليس الجيش. الجيش لا سلطة له حتى على نفسه. وكنا نتمنى أن يكون الجيش فعلا جيش عراقي لا يقبل أنه يقوده شخص غير حرفي وغير مهني من الجانب العسكري، لكن القضية أصبحت واضحة. يعني كما ترى أيضا دكتور، هذا الحل الترقيعي يأتي لمحاولة حماية هذه الأبراج دون القدرة على منع وكف يد الميليشيات التي تقوم بتخريبها وتدميرها من التوقف عن ذلك. يعني وحقيقة هذا الأمر هو المضحك المبكي، أنه أنت تريد أن تحمي منظومة كهرباء بالأساس التخطيط الفني والتخطيط التكنولوجي هو يسير باتجاه استيراد الكهرباء من إيران. نعم. وحتى تصميم المحطات الكهربائية، يعني أي بلد بالعالم، يعني في الجانب الهندسي نحن في هذا الجانب الهندسي تحديدا ننظر إلى موارد البلد، ما هي موارد البلد الطبيعية التي يجب أن نستغلها في إنتاج أي شيء. نحن بلد نفطي، كيف والنفط هو السلعة الأساسية في هذا البلد، لماذا نذهب نستورد الغاز من إيران ونصمم ونستورد محطات غازية لا نستطيع أن نوفر لها الغاز الذي يشغلها؟ لماذا لا نذهب إلى كما يعني كان أنت العراق؟ أنت دكتور تحيلنا بهذا الحديث إلى ما قاله الكاظمي الذي أعلن أن العراق يحتاج إلى 3 سنوات قبل أن يتمكن من إنتاج الغاز وتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية. هل تعتقد أنه إذا ما جهز الغاز أن مشكلة الكهرباء ستنتهي، أو أن أساساً بإمكان الحكومة أن تنتهي من ذلك؟ لا، هو القرار سياسي، قرار سياسي فني بنفس الوقت، لأنه القرار السياسي هو الذي عطل الجانب الفني من الأساس. والارتباط الحكومة الحالية وأحزابها بإيران ومصلحة إيران فوق مصلحة الشعب العراقي، هذا هو الأساس الحقيقي الذي يجب أن يعترف به الجميع. نحن في عام 91 ضربت كافة محطات الكهرباء، والكل يعلم ماذا حصل للعراق بنسبة 96%، تم إعادتها في خلال 6 أشهر أو 7 أشهر كما تعلمون، هذا واضح. بإمكانيات عراقية بحتة تحت ظل الحصار في حملة الأعمار المعروفة للكادر الهندسي الذي حاربوه عندما أتوا إلى السلطة وطردوا معظم الكادر المتقدم الذي كان يدير هذه المحطات ويدير عملية الأعمار والكادر الهندسي الذي اضطر إلى القتل والهجرة وإلى آخره، لكي يتم تسليم العراق بكل مقدراته إلى إيران. لاحظ منذ بداية الأزمة محطات الكهرباء ووزارة الكهرباء كانت تدار من قبل المافيات الإيرانية تحديدا، وهذه الوزارات بكل أحوالها
يعني نحن نعرف بأن الفساد هو ظاهرة عامة، ولكن وزارة الكهرباء كانت تباع الأغلى مع وزارة الدفاع، تشاطر نعم. وزارة الدفاع بالبيع بالمسؤولية. لاحظ ليش؟ لأنه اللي يدفع 30 مليون و40 مليون و16 مليون نعم. و6 ملايين حتى يستلم منصب وزير الكهرباء، هذا الحزب مالته يدفع، يعني الأحزاب التي تسيطر على هذه الوزارات لها حصة من هذه الوزارات، وهذه الحصة تكلم عنها حتى وزير الكهرباء الذي استقال. القضية ليست بالشخص بهذه المناسبة دكتور، أين كانت الحكومات المتعاقبة طيلة 18 عاما حتى يقول الكاظمي أنهم يحتاجون إلى 3 سنوات أخرى لإنتاج الغاز؟ ماذا كانوا يفعلون؟ يا أخي الكريم، أنا سمعنا تصريحا في عام 2011 لأحد المسؤولين قال نحن في 2012 سوف نصدر الكهرباء للخارج. نعم، هذا الكلام يعني الكلام الكاظمي لا وزن له، بأنه الكهرباء لا تحتاج إلى 3 سنوات، تحتاج إلى 3 رجال يديرون العراق بحق ويقطعون يد السارق الذين استولوا على أموال العراق. هذه الأموال طيب. 90 مليار دولار تصرف على الكهرباء، 90 مليار كهرباء، المليار دولار، والشعب العراقي يعاني من الكهرباء من 18 عام. دكتور لضيق الوقت، يعني الكاظمي كأنه يريد أن يقول أنني جئتكم مصلحا فأعطوني الفرصة والوقت الكافي، يقول ذلك عندما نقرأ له تصريحات أو نسمعه يقول بأن حكومته الحالية تدفع ثمن السياسات الخاطئة والترقيعية وإهدار المال العام خلال الحقبة الماضية. هل هذا التصريح يعفي الكاظمي من مسؤولياته ويحمل المسؤوليات على السابقين قبله، أم أنه بالفعل يحتاج إلى وقت لمزيد من العمل؟ أليس هو كان ضمن جهاز المخابرات العراقي قبل استلامه للسلطة؟ أليس هو ضمن تشكيلة الحكومة العراقية ضمن هذه التشكيلة الفاسدة منذ سنوات؟ هذا الكلام كلمة حق نريد بها باطل. أنا كل ما يأتي كل أمة تلعن أختها، هذا هو النص ما ينطبق عليهم، كل ما أتت أختها تلعن أختها. هذا الفساد هو الذي أتى به الفساد، الكاظمي نفسه أتى به الفساد، هو يعرف لا يستطيع أن يحرك ساكنا دون هذا الفساد الذي يعشش في هذا البلد، ولا كيف يسمح لنفسه أن يذهب إلى استعراض ميليشيات تنادي وتمجد بإيران وقادة إيران وأشخاص إيران، وهو عراقي وهو قائد العام للقوات المسلحة والمفروض الحشد الوطني، هذا تابع للوزارة الدفاع بقيادته، كيف يسمح لنفسه أن بهذه الشعارات؟ إذن القضية مرتبطة بأن الولاء لمن؟ أخي كل من في الدولة العراقية الآن والمسؤولين وكلهم ولاءهم لإيران، وهذه الأحزاب ولاءها لإيران، لا تستثني منهم أحدا، يعني كان من إياد علاوي ولحد الآن ما قدموا. شكرا دكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.